هلا والله بالرهيبين، كيفكم شباب؟ ان شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية. معكم محمد في مقطع جديد على القناة، قناة عشيلة الأوتاكو. اليوم عندنا لكم مقطع مميز كما تقرؤون في العنوان، وهو عن افضل انمي من كل حرف. وصراحة هذا الفيديو كان متعوب عليه كثيرا، تخيل وقته من 20 دقيقة، فالمونتاج اخذ 3 ايام اعتقد او 4. فالمهم ايضا الفكرة هي جديدة في اليوتيوب، انا اول شخص سواها، فاتمنى تحطوا لايك وتقدروا تعبي وتنشروا الفيديو في كل مكان، ولا تنسى تعطينا تعليق تحفيزي ورأيك ايضا بالمقطع. وبدون اطالة اكثر وبدون فلسفة، خلونا نبتدي على بركة الله. اوكي، نبدأ بالقائمة الانميات. اول انمي اخترته كان صعب شوية اختيار بين انميين، واللي هم فصل الاغتيال وانمي انوهانا. كلاهما رهيبين، لكن اخترت انمي فصل الاغتيال لانه عجبني اكثر من انوهانا، لكن كلاهما اعتقد انهم نفس المستوى. وقصة هذا الانمي اللي اسمه فصل الاغتيال يحكي عن حياة استاذ فضائي قوي جدا يشبه الاخطبوط، وتلاميذه الذين يحاولون اغتياله لمنعه من تدمير كوكب الارض. والقصة فريدة من نوعها، والحلو ان الاستاذ هذا عنده مؤدي الصوت نفسه اللي ادى صوت لولوش، فاذا تحبون لولوش مثلي راح تحبون هذا اللي اسمه كورو سنسي، المعلم اللي هذا الانمي اللي اسمه فصل الاغتيال. اوكي، ننتقل الى حرف بي. صراحة كان صعب جدا الاختيار، لان كان في 3 انميات احبها من هذا الحرف، واللي هو انمي بليتش، انمي بوكو نو هيرو، وانمي بوكو داكي غا ايناي ماتشي. صراحة كان بدي اختار بليتش، لكن ما تابعته كله، تابعت فقط شوي. اما اللي اخترته كان بوكو نو هيرو. لكن قبل البداية اسف لعشاق بليتش، بس انا ما كملت الانمي، لو كملته كنت راح اختارها اكيد اعتقد. فالمهم، قصة انمي بوكو نو هيرو تدور حول البطل ايزوكو ميدوريا، فتى ولد بدون قوة خارقة للطبيعة، وفي عالم اكثر سكانه لديهم قوة خارقة، ومن لا يمتلكها هو يعتبر شخصية نادرة. فهذا اللي صار مع ايزوكو ميدوريا اللي ولد بدون قوى. الانمي مره رائع، تظهر فيه شخصيات عديده رهيبه مثل اول مايت، تودوروكي، باكوغو وكذا. فاذا تحبون انميات القوى الخارقه والشونين وكذا، انصحكم ببوكو نو هيرو. والانمي التاني معنا اكيد بالسي راح تعرفون شو اختر بهذا الحرف، انمي كودي جياس. طبعا ما المعروف لا يعرف، كودي جياس قصته تدور حول لولوش الامبيروج، وهو امير بريطانيا، واخته نانالي التي خسرت بصرها بعد ان قتلت امها امام عينيها. وهنا لولوش يحاول ان يعيد اليابان كما كانت سابقا، لان بريطانيا اتت لليابان وغزت اليابان. فكده تصير الحكاية، والانمي مرة رائع، والبطل في اول حلقة يحصل على قوة التي ستغير كل القصة. فاذا تحبون انميات الميكا وانمي ديت نوت، اذا تحبون انمي ديت نوت راح تحبون اكيد كودي جياس. ولا ننسى ان بحرف السي ايضا يوجد انمي اخر اللي هو تشارلوت، وهو انمي ايضا رائع. فاذا تحبون انميات مثل كودي جياس وديت نوت راح تحبون تشارلوت 100%. اوكي، في الحرف التالي كان اصعب حرف اعتقد في هذا الفيديو، وهو حرف الدي. طبعا في هذا الحرف لدينا 3 انميات، نقول 4، واللي كانت هي ديت نوت وديتكتيف كونان او المحقق كونان، وانمي دراغون بول، وانمي دكتور ستون. صراحة كان صعب الاختيار، 4 انميات رهيبة، بس في الاخير اخترت انمي دراغون بول. طبعا انمي دراغون بول مشهور، والكثير من الانميات اقتبست منه العديد من الاشياء، فلذلك اخترت دراغون بول. بس هذا لا يعني ان انمي ديت نوت وديتكتيف كونان والبقية انهم انميات سيئة، لا بالعكس، انا قلت هذ الاربع لان كلهم اساطير. ولكن دراغون بول يعتبر هو الانمي اللي حفز الكثير من المانجاكا، ولذلك اخترته. اوكي، كلنا نعرف قصة دراغون بول اعتقد، لكن ساقولها بسرعة. اوكي، قصة دراغون بول باختصار تدور حول الشاب جوكو الذي يحارب ويلتقي اصدقائه اشرار، ويسافر كواكب اخرى للقتال وكذا. هذه باختصار قصة دراغون بول.
اوكي نمر الانمي التالي بهذا الحرف. ما وجدت ولا انمي غير واحد اللي تابعته منذ 5 سنوات أو 6 اللي هو انمي ايفانجيليون، وتدور القصة حول احداث منظمة شبه عسكرية واثناء قتالها لكائنات غريبة المسمات بالملائكة باستخدام الات ميكا عملاقة تدعى ايفانجيليون، ويقومان بقيادتها فتيان مختارون واحدهما هو بطل القصة. فشو راح يصير في هذيك المنظمة وشو راح يصير؟ هي قصة شوية فلسفية تحتاج تفكير كثير مثل انمي ديتو، لذلك لازم تركز كثيرا في المحادثات اللي تصير بين الشخصيات في هذا الانمي. نمر الى حرف الاف، وهو صعب شوي، كان صعب الاختيار بين انميين رهيبين واللي هو انمي فايري تايل وانمي فول ميتال التيمس برادر هود. طبعا فايري تايل صار له مثل بليتش اني ما انهيته، فهنا المشكلة، لذلك اخترت فول ميتال التيمس برادر هود. وصراحة بالنسبة لي هما كلاهما رهيبين، هذه ما فيها جدل، بس فول ميتال بالنسبة لي أفضل لأنه مكتمل. والقصة تدور في أوروبا في عالم خيالي حيث الخيمياء من أقوى التقنيات العالمية، وتتبع القصة الأخوين إدوارد إيرليك وألفونس إيرليك اللذان يبحثان عن حجر الفلاسفة يستعيدان جسديهما بعد محاولتهما الفاشلة لتخطي الحدود ومحاولة وإعادة أمهم إلى الحياة. فهذا الشابان عمله مثل نينجوتسو محرم، ولما تعمل شيء محرم فأكيد راح يصير لك شيء، واللي هو خسر أعضاء جسمك. فهذا إدوارد خسر يده ورجله، أما ألفونس خسر كل جسده، لكن أخوه وضع جسده في درع. وكذا القصة باختصار. تالي معانا أنمي واحد هو المعروف لا يعرف، أنمي جينتاما، وتجري أحداث هذه القصة في إيدو المعروفة حاليا بطوكيو، عندما تحتل مجموعة من الفضائيين يعرفون بالأمانتو الأرض في نهاية عصر الإيدو، ويحاول الساموراي التصدي لهم، وحينها يظهر البطل اللي هو جينتوكي. وهنا نشوف شو راح يسوي جينتوكي، والقصة باختصار نصف كوميدية ونصف جدية وتاريخية وساموراي وكذا. فإذا تحب أنميات كوميديا هذا أكثر أنمي كوميدي بالنسبة لي. بحرف الـ H طبعا عندي 3 أنميات مميزة، لكن الأفضل أكيد هو أنمي هنتر هنتر أو القناص. كنت بدي أختار أيضا هاجيمينو إيبو أفضل أنمي رياضي بالنسبة لي، أو أنمي هاكيو اللي هو أيضا رهيب يحكي عن كرة الطائرة، لكن اخترت هنتر هنتر للعديد من الأسباب، لأنها أنمي أسطوري متنوع فيه كثير من الأشياء، أركات مرة رهيبة، أوستات، شخصيات، الأحداث، كل شيء رهيب في هنتر هنتر. وباختصار القصة تحكي عن الفتى جون اللي يكتشف أن أبوه لازال على قيد الحياة. فجون هذا يبدأ رحلته في بحث عن أبوه، ويدخل في امتحان الصيادين، وفي هذا الامتحان يلتقي بأصدقائه، وهيك تبدأ الأحداث. فأنصحكم به لأن أنمي مرة مرة أسطوري. فننتقل للأنمي الإي، وحرف الإي كان عندي اختيارين بس اخترت فقط واحد، واللي هو أنمي إينازوما 11. وقصة أنمي إينازوما 11 تدور حول فريق يحلم أن يصبح الأول في البلاد في كرة القدم، ويواجه الفريق بعض المشاكل ولكنهم يتغلبون عليها، والشخصيات مستوحاة من المنتخب الياباني لكرة القدم باستثناء عدد شخصيات عالمية في عالم كرة القدم. وهنا نشوف زين وجهاد والبطل مامورو إندو أو المعروف بعامل عندنا، ونشوف كثير من الشخصيات اللي تلعب كرة. الأنمي مرة رائع استمتع فيه في الطفولة ولا زلت مرات أتابعه حاليا. أوكي نمر الأنمي التالي وبهذا الحرف أكيد سأختار الأنمي اللي أتابعه حاليا، وهو أنمي جوجو، وتكلمت عليه بمقطع كامل وكان تقرير، فاللي حاب يشاهد الفيديو راح يجده في النقطة البيضاء اللي تشوفونها فوق. فيبك أنمي جوجو تدور قصته حول سلسلة العائلة الكبيرة التي تبدأ من الشخص المدعو يوناتان جوستار، واللي اسمه جوجو لأن اسمه واسمه الثاني يبدأ أنمي جوجو، عشان ينادوه يقولون فقط باختصار جوجو، وكذا مع يصير مع كل الشخصيات ينادونها جوجو 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 جوجو، وتستمر على فترة زمنية طويلة، وكل بارت في عمل ويروي قصة أحد أفراد هذه العائلة في صراع جديد وأجواء وأحداث عجيبة تماما. فإذا تحب أنميات الشونين هذا أنمي مرة أسطوري.
اوكي بحرف التالي كان عندي خيارين بين انمي كايجي وانمي كوروكو نو باسكت، بس اخترت كايجي لاني تستمتع فيه اكتر. بس ما اقول يعني كوروكو نو باسكت سيء، لا 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 والله كوروكو نو باسكت تاني افضل انمي كرة سلة بالنسبة لي. فالمهم انمي كايجي تدور قصة حول حياة شاب يدعى بكايجي، وحيث أنه تخرج في المدرسة الثانوية وذهب إلى طوكيو من أجل إيجاد عمل لكي يربح مال وكذا، وحاول جاهدا لكن فشل. فهناك يسوي كايجي أشياء سيئة، فمن بعد تأتيه منظمة وشخص ويبدأ يقترح عليه أن يلعب، وإلا لازم يدفع المال اللي تم أخذه بطريقة غير شرعية. فهنا كايجي يتلخبط وتشوفون يعني كايجي هل انمي اكتر انمي نفسي بالنسبة لي، يا اخي يدخلك في عالم اخر بالنفسية. اوف المهم تابعوه ترى مرة رائع. اوكي الانمي بحرف الايل شاهدت فقط انمي واحد وشاهدت انا سبيستون، واللي اسمه ليس ميسيرابلز او بالعربية البؤساء. وهذا الانمي مرة مرة رائع، كنت دائما لما اشغل التلفاز اجده فاتابعه، كان مرة رائع. ويحكي الانمي قصة فتاة تدعى كوزير تتحول حياتها السعيدة مع امها في مدينة باريس الى حياة بائسة عند عائلة تينارديه وما يليها من احداث بعد موت امها. كما تمكن الانمي من نقل صور الحياة في فرنسا في القرن 19 ببراعة، فنقل حياة الناس في مختلف مدن فرنسية وما يعانوه في تلك الفترة. انمي مرة رائع، فالدبلجة ايضا رائعة، ما فيه تحليفات اعتقد، وفيه شخصيات مرة رائعة. عجبني انا في هذا الانمي كوزيت وماريوس، ما البقية لا. وفيه مشهد اللي كان فيه الطلاب الجامعة كانوا يتقاتلون، هناك كان مشهد درامي، والله بكيت من ذاك المشهد. اوكي في الحرف الاين، فهذا كان حرف صعب ايضا لان فيه ناروتو ونوراغامي وانمي ناناتسو نو تايزان، فوالله صعب الاختيار. انا اخترت انمي ناروتو لاني عشت مع اجواء كثيرة، تخيل 222 حلقة في الجزء الاول والثاني 500 حلقة، فاكيد راح تعلق به، فلذلك اخترته باختصار. اوكي وكلنا نعرف قصة انمي ناروتو، وتدور قصة حول ناروتو النينجا المراهق اللي اسمه ناروتو اوزوماكي، الذي يجد نفسه منبوذ من قبل سكان كونوها بسبب الكيوبي اللي بداخله، لذلك وضع بنصف عينيه حلما وهو ان يصبح لقب الهوكاغي. وكذا نشوفوا حكاية ناروتو كيف يصير هوكاغي مع الوقت والقتالات الرهيبة. وترى هذا افضل انمي درامي بالنسبة لي، لانه يعني في كل حلقة لازم تشوف شيء من الدراما، شخصية تموت يحكون لك الماضي خاص به، يعني انمي درامي. والزائد الاسطات الجبارة يا اخي، والله انمي مرة مرة من افضل الانمي اللي شفتها في حياتي. بحرف الام شاهدت فقط انميين والتاني ما تابعته كاملا، لذلك اخترت انمي موب سايكو 100، والانمي التاني كان هو ماجي ماجي او ماجي او مدري كيف. انمي ماجي ما تابعته كاملا، اما موب سايكو تابعته. واللي ما يدري ان موب سايكو هو من تأليف اللي ألف ايضا وان بونش مان، فاخترت المهم موب سايكو. والقصة تدور حول فتى الموب حيث انه يستطيع ثني الملاعق ورفع الاشياء بعقله في سن مبكرة، ولكن امتنع تدريجيا عن استخدام قدرته في الاماكن العامة، وهو ينفجر إذا وصل قدرته العاطفية إلى 100%. وهذا الفتى ذو القوة النفسية امتلك لقب موب، وقام بكبت قدراته النفسية حتى يتمكن من العيش بشكل طبيعي. فالشاب هذا اللي اسمه موب عنده قدرات خارقة، بس يريد أن يخفيها من الجميع لكي يعيش حياة طبيعية. فهذه القصة باختصار. اوكي ننتقل للانمي التالي بحرف الاو، وطبعا هذا الانمي اللي راح اقوله اكيد كل العالم راح يوافقني به، وهو انمي وان بيس. بس ايضا يوجد انمي اخر اللي هو وان بونش مان ايضا بنفس الحرف الاو، ف اخترت وان بيس. وان بيس كلنا نعرف القصة، قصة لوفي وكذا، بعدين نطور يعني القصة تتحدث حول مونكي دي لوفي البطل اللي يريد ان يصبح ملك القراصنة، ولكي يصبح ملك القراصنة لازم يجد كنز اللي اسمه ون بيس. هذه هي القصة باختصار. اوكي نمر للحرف التالي اللي هو بي، واخترت فقط باراسايت. وقصة باراسايت باختصار او الطفيليات تحكي عن مخلوقات غريبة اتت من مكان مجهول وتسيطر على جسم الكائن الحي التي تبقى على قيد الحياة.
وبإمكانها تغيير أشكالها حسب الظروف المحيطة. هذه المخلوقات تدعى بالطفيليات أو الكيوسيجيو، وشخص واحد فقط من يعرف بوجودها وهو يدعى شينجي، وهذا شينجي هو البطل. هو طالب في المدرسة، ويحاول شينجي هذا جاهدا أن يسيطر على جسده بعد أن تمكن الطفيلي من السيطرة على جزء منه. فهل سينجح في ذلك؟ وهل سيتمكن من إنقاذ البشرية منهم؟ هذا ما ستعرفون في قصة باراسايت. والصراحة هذا أنمي درامي أيضا، فتحبون الدراما أنصحكم به. بهذا الحرف لم أتابع ولا أنمي، مع أنه يوجد عديد من الأنميات اللي تبدأ بهذا الحرف، بس أنا ما تابعت ولا أنمي منه. فلتابع أنمي ويبدأ بهذا الحرف فأذكره في التعليقات. والانمي التالي الصراحة اعتقد انه انمي مظلوم كثيرا، بس هو اسطوري، وهو انمي الرينبو. انمي الرينبو عشت معاه فترة رائعة وتعلمت منه الكثير من الاشياء. وانمي الرينبو تدور احداث القصة بعد 10 سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية، وستة فتيان اعمارهم تتراوح بين 16 و17 ويدخلون الى السجن بسبب ارتكابهم لجرائم متنوعة. وحيث عانت مناطق عديدة من اليابان من الفقر، يلتقون بساكوراغي الذي تهاجموا عليه بعدما أهانوه، ليكتشفون دون سابق إنذار أنه ملاكم. وبعد التعذيب الذي مر به ساكوراغي من قبل حراس السجن، أصبح زميل زنزانة وأخ كبير للجميع ويعتمدون عليه. في السجن لا يبدو الحياة مشرفة بالطبع، وظل وجود الضابط إيشهارا. هذه إيشهارا ترى شخصية راح تكرهوها بشدة، لأنه يعذبهم ويسوي أشياء سيئة عليهم، وأيضا يستغل السجناء بأبشع الطرق. فهنا تبدأ القصة، شو راح يصير مع هذه الشخصيات وكيف راح يخرجون من السجن أو سيبقون فيه. هذا ما ستعرفه بعد متابعة أنمي الأسطوري أنمي الرينبو. هذا أنمي الرينبو أفضل أنمي درامي قصير بالنسبة لي. بالحرف التالي اكيد كل سيوافق رايي، وهو انمي شينجيكي نوكيوجين او هجوم على العمالقه. تدور قصه حول ايرين ييغر واخته المتبنات ميكاسا اكرمان وصديقهما ارمين، ويعيشون هادو في عالم حيث يسكن بقيه الجنس البشري داخل مدن محاطه باسوار ضخمه بسبب ظهور مفاجئ للعمالقه، وهي مخلوقات ضخمه تقوم بالتهام البشر بلا سبب، وتتغير حياتهم بعد ظهور العملاق الهائل وجلب لهم الدمار الى موطنهم. الانمي 10/10، وانا انتظر الجزء التالي، واعتقد انه اخر جزء، فانا متحمس جدا لمشاهده. بالحرف التالي اخترت انمي طوكيو جول، مع ان نهاية الجزء الثاني ما عجبتني، بس هو الوحيد اللي تابعته بحد الحرف اعتقد. المهم قصة انمي طوكيو جول تحكي عن اصبحت طوكيو مدينة قاسية لا ترحم، ومكان حيث توجد مخلوقات شريرة تدعى الجول او الغيلان، ومواطنو هذه المدينة في خوف دائم من هؤلاء المتوحشين ومن تعطشهم الى جسد البشري. ومع ذلك فان اكبر خطر تشكل هذه الغول وقدراتها الخطيرة التي تتنكر على شكل بشر، وهيك يصير صعب تعرف من هو الغول ومن هو الإنسان. فهذه قصة أنمي طوكيو غول، ونشوف قصة البطل اللي هو أكانيكي كيف راح يعيش في هذا العالم اللي نصفه غول ونصفه إنسان. فتابعوا الأنمي اللي مرة مرة رائع، بس نهاية الجزء الثاني ما عجبتني، هذا رأيي الشخصي. الأنمي التالي معنا هو الوحيد اللي تابعته بهذا الحرف، وأنمي أوشيو نوتورا. هذا الأنمي تتمحور قصته حول شخصية تدعى أوشيو، الذي يتذكر كلام والده عن أسطورة تتداولها العائلة على مر الزمن، وهي عن شيطان تم ختمه بواسطة رمح قوي شهير على مر العصور في أحد المعابد الأسطورية. يتذكر هذا عندما يجد أوشيو هذا الشيطان في الدور السفلي من مخزن منزله، ويجبره بأن يطلق سراحه من أجل الدفاع عن أعز أصدقائه وعائلته من الأرواح الشريرة. وبعد ذلك يتضح أن هذا المخلوق أسوأ من اللعنة تلك. فشو راح يصير مع أوشيو وكيف راح ينقذ عائلته وأصدقائه؟ تابع هذا الأنمي اللي مرة رائع. وننتقل للأنمي التالي، وهو أنمي فايوليت إيفانغاردن. هذا أنمي مرة مرة رائع، عنده تحريك مرة أسطوري، وباختصار هذا أنمي لنقول تحفة فنية وقصة شوي غريبة، لكن سأحاول تلخيصها بأبسط ما أستطيع. وفايوليت فتاة تم تربيتها منذ الصغر على أن تكون أداة حرب فقط، كل ما تنفذه هو الأوامر القائد، والتي تم تعليمها أي شيء غير الحرب، فأصبحت كآلة تماما. هنا فايوليت تشعر بشيء، تريد تغير حياتها
فشو راح يصير؟ تابعوا هذا الانمي اللي مره رائع وانصحكم به. الانمي التالي معنا اسمه يوتاكو كو وموسوكاشي. القصه تحكي عن شخصين بنت وولد بعد لقائهما المره الاولى منذ المتوسط المدرسه يكتشفان انهم يعملون مره اخرى في نفس الشركه. يعني تخيل تكون تدرس مع شخص ومن بعد تلتقيه وتعمل في نفس المكان. فمن بعد هذه الشخصيات يخرجان مع بعض في مواعيد وكذا. هذا انمي بسيط ورائع ورومانسي وكوميدي، فتحب هذا النوع من الانميات هو انمي رائع. لذلك يعني فهذا الحرف ما وجد كثير من الانميات، فقط هذا اللي تابعته، فارتضع لكم يعني تنويع مو كلهم شونين، وضعت لكم ايضا رومانسية وكوميديا وهيك عشان تستمتع. فنلتقي الانمي التالي ومعانا بهذا الحرف انمي يوكوساكو نو نيفرلاند. انمي نيفرلاند كانت قنبلة الموسم في السنة الماضية في الشتاء. المهم تدور احداث القصة حول مجموعة من اطفال ايتام، ونصف هذه الاولاد لنقول انهم ايتام ونصف اخر تخلوا عنهم عائلتهم باسباب ما ادري شو هي الاسباب، يعيشون في دار الايتام حياة هنيئة مع مربتهم الماما اليزابيث. هذه الماما اليزابيث عندها سر كبير. فالمهم باختصار، من بعد ايما ونورمان هو اللي هم الابطال، وشخصية اخرى من بعد تنضم اليهم في المجموعة، بس حاليا فقط ايما ونورمان هم لنقول الابطال. فمن بعد يكتشفون شيء مرة مخيف، ومن بعد تتغير احداث القصة. فاذا تحبون نوع هذه الانميات فانصحكم بانمي نيفرلاند، وانا انتظر الجزء الثاني اللي مدري متى سينزل، بس لا بأس لننتظر. بس الانمي التالي معنا انمي زانكيو نو تيرور او الارهاب في طوكيو، وهو اخر انمي سنتكلم عليه في هذا الفيديو. اوكي زانكيو نو تيرور تحكي القصة عن شخصين اسمهما 9 و12، وهاد 9 و12 يضعون قنابل وتفجيرات في طوكيو، وينزلون فيديوهات تقول اين المكان الذي سنهم سيفجرون فيه. فالشرطة لازم تحل السر ولازم يكشفوا وين المكان اللي راح تكون فيه القنبلة. وهيك القصة كل مرة ينزلون فيديوهات على اليوتيوب، وكل مرة لازم الشرطة تعرف اين المكان التفجير. وهذه قصة باختصار. فإلى هنا ينتهي مقطع اليوم، أتمنى يكون عجبكم الفيديو. ترى الفيديو متعوب عليه كثيرا، فحط لايك وانشر الفيديو في كل مكان أي شخص يحب الأنمي، ولا تنسى اللايك والاشتراك ونشر الفيديو في كل مكان، حط تعليق تحفيزي عشان نستمر، وشكرا من القلب على الدعم وعلى كل شيء. وبس جانا من السلام.